بابا 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 قال لي فيك شيء. اونال بيك ممكن توقع هون؟ رديت تلفنت للزلمي؟ لا ما عم يرد. انت ما تشغل بالك، انا رح فهمهم باللغه اللي بيعرفوها. انتوا على مين عم تتفقوا؟ يا اهلا وسهلا يا بيك، في شغله مزعجه لا تشغل بالك. بتشكرك. الشغله المزعجه انت سببت لنا اياها يا بيك. انا من الصبح عم حاول احكي مع ابو للشخص اللي سرق السياره منك. ماشي بابا، انا ما سالت. انسى. عم تقول لي انسى؟ هلا السبعين ألف ليرة صارت مبلغ تافه، بس الناس ياخذوهن ويطنشوا عليهن. معلش، السيارة سيارتك والحادثة صارت بسبب إهمالك وأنا اللي شغلت فيها. يا بابا شو بدك يعني أعمل؟ روح وقف على باب الجماعة؟ إيه إذا اضطر الأمر بدك تروح وتوقف على بابه. ما لنا بوارد نأرجي حالنا أغبياء بس لأنهن هن شحادين وما معهن. مزبوط؟ كون رجال وروح حاول مع ناس ما بيسوا عنا خمسة قروش. يا أمي يعني لو أخذنا على الخاص؟ إيه أنا كمان قلت نفس الشيء. أنت ليش معند يا رضا؟ ما في داعي. سامع؟ ما فيني شيء. هذا الضغط يظهر أثر على راسي. إيه عطوني دواء وإن شاء الله الدواء بفيدني وبيساعدني. إيه بس بدي أعرف ليش ارتفع الضغط. آه كرمال الله تحكي لي بصراحة، هذا الشيطان حكى لك شيء رضا؟ آه ولا عمل شيء معك؟ رضا احكي لي الله يخليك. عم قل لك ما في شيء ارتفع وبس. بابا قل لي حدا زعجك شيء؟ ايه شو بكون؟ لا بقى تزعجوني. ها ها يلا اجت السيارة. محمد انت عود قدام.